نشوف الصورة الثانية على الشاشة. الصورة الثانية دي متعلقة بماراثون العجل. جميل. البعض ايضا تعامل معه باستخفاف شديد، يعني انه هل ده اللي هيحل مشاكلنا؟ هل يمكن ان تحل مشاكلنا بهذا الاسلوب؟ فيها مغزى يعني؟ بلا شك، بلا شك المغزى الرياضة، ان كلنا مع بعض، كلنا مع بعض، شباب كبار، قائد وزير، كلنا مع بعض. دي رسالة جميلة جدا، كلنا بنشارك في عمل يبدأ في الصباح الباكر، اهتمام بالرياضة، تواجد وسط الناس، وكلمة كلنا مع بعض دي اللي كانت ناقصانا، كلنا مع بعض. يعني المرحلة الجاية دي، ويمكن في خطاب التكليف كلمة إنكار الذات وكانت مهمة جدا هنا، فعلا صورة إن كلنا مع بعض. كلمة أنا أو فصيل معين يشتغل أو سن معين يشتغل أو فكر فالصورة دي بتعبر إن الجميع مع بعض، الجميع بيبدأ عمله أو برياضة بدري، إن الرياضة هامة جدا. في نفس الوقت كان في طلبة من الجامعات، طلبة من الكليات العسكرية، رموز من كل المجالات، فكانت لمحة جميلة جدا، وأرجو أن تتكرر كثيرا كثيرا. شوف التعليقات، أنا زي ما بقول لحضرتك مش لازم نبص لها، طالما إحنا عارفين طريقنا، طالما إحنا بنشتغل بقلب، طالما إحنا في مصداقية، كل حركة وكل همسة هيحاولوا يعني يقللوا منها. فأنا شايف إن مش مطالبين حتى أستاذ وائل بالدفاع، لأن الدفاع لو فيه خطأ أو ممكن توضيح الرؤى إذا تطلب الموضوع توضيح الرؤى، أما إن إحنا بقى هم قالوا وإحنا قلنا يا عم ماشي، هم مش هنسلم. هي عموما التعليقات تأتي من حزب الكارهين للحياة ولمصر يعني. والله يعني إيه اللي يقول، لكن إحنا متوكلين على الله وعارفين طريقنا كويس. لكن هل يمكن البعض تعامل معها إنه يمكن استخدام العجلة في الحياة المعيشية المصرية؟ يعني أنا شفت في هولندا، في ألمانيا، لا العجلة من تحقق عدة أهداف كثيرة، توفر طاقة أكثر سرعة وفي الوصول إلى العمل، بالإضافة إلى أنها بتعالج مشاكل الزحام. لكن هل إحنا في مصر نستطيع أن نستخدم العجلة كما يستخدمونها؟ والرئيس قال في كلمته كده، قال يا جماعة المشوار لو أنت رحت وحسبها، لو أنت رحت 7 كيلو على رجليك هتوفر كذا، لو أنت استخدمت العجلة هتوفر مبلغ كبير من المال. وده كان أيضا مغزى، أنا ما قلتولكش أن برضو نفكر نغير بقى، مش كل واحد راكب عربية ولوحده وزحمة مرور، نغير اسلوب الحياة. دي برضو كانت رسالة. فطبعا شوف لما حضرتك بتقول لي هولندا، احنا يعني نقدر نعمل وهنعمل بأمر الله، وهتشوف التجربة المصرية سيشار ليها. هل عندنا الطرق زي ما عندهم؟ هل عندنا القانون وتطبيق القانون؟ انا خايف تصحى الصبح تلاقي العجلة اتسرق من لا, لا 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 مش للدرجات دي. القانون موجود، والامن هيرجع وبيرجع الحمد لله. مصر خليك متفائل، طالما في يعني احنا بنتحرك وبنتحرك للامام مهما كانت الصعوبات. ودايما اقول جبال الجرانيت دي ممكن تتناسف بسرعة جدا بالديناميت، واحنا عندنا الارادة، التوكل على الله ثم الإرادة أقوى من الديناميت.